اليمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن. هشام الزيادي، صنعاء، من اليمن السعيد. هناك عدة أسباب دفعتني للمجيء إلى إسطنبول، لكن أبرزها كان بسبب الهروب من الوضع في اليمن. كنت أشتغل في اليمن في قناة تلفزيونية، لكن بسبب الانقلاب الذي حصل في عام 2014 جميع القنوات التلفزيونية والمكاتب الإعلامية والصحف والوسائل الإعلامية تم اقتحامها في صنعاء، وكان من بينها القناة التلفزيونية التي كنت أشتغل فيها. فاضطرينا إلى الهروب من صنعاء والبحث عن مكان آمن في حرية التعبير، فيها نستطيع من خلاله أو في هذا المكان نستطيع أن نعمل ونوصل رسالتنا ونمارس مهنتنا بكل حرية وبدون أي خوف. فكانت إسطنبول هي الوجهة الأساسية. عندما أتيت إلى إسطنبول كنت قد تخرجت من البكالوريوس في اليمن. هنا وجدت فرصة لمواصلة تعليمي الجامعي، فاستكملت دراسة الماجستير وحاليا أدرس دكتوراه في قسم العلاقات الدولية والعلوم السياسية من أجل أن أطور من حياتي المهنية والعلمية أيضا. تغادر وطنك وتبقى بعيدا عن وطنك لعدة سنوات ولفترة طويلة وأنت لم تعتد على ذلك، ليست مسألة سهلة بالمرة، خاصة عندما تكون مجبرا لا تستطيع العودة إلى وطنك مرة أخرى عندما تريد، وإنما أنت الآن منفي بغير إرادتك. أحمل كثير من الذكريات، أحمل ذكريات الحي الذي عشت فيه وتربيت فيه، أحمل ذكرياتي مع أهلي، مع إخواني، مع أصدقائي، ما زالت موجودة معي حتى الآن، حتى وأنا في الغربة. تعودنا في اليمن على شرب القهوة كل صباح، لها مذاق خاص عندما نشربها كل صباح. وعندما أتيت إلى تركيا اختلفت القهوة، لكن تظل هي القهوة التي نشربها كل صباح. القهوة اليمنية معروفة حول العالم بأنها أجود أنواع القهوة، وبأن اليمن وعبر مينائه المخا كان أول ميناء من بدأ بتصدير القهوة إلى دول العالم، وبعدها انتشر إلى البرازيل وما إلى ذلك. كثير من التشابهات موجودة عندما تذهبين إلى محل بيع التوابل أو العطار وتشاهدين تلك الأنواع وتقربين بعضا منها وتشمين رائحتها، تتذكرين تلك التوابل التي كنت تمرين فيها في أسواق اليمن. كثير من العرب عندما يأتون إلى هنا ينعزلون في أحياء وفي بنايات ويظلون في مجتمعهم الخاص، ولا يريدون أن يبادروا ويتعرفوا على محيطهم التركي ويتعرفوا على لغتهم ويتعلموها ويكونوا جزءا من هذا المحيط الذي يعيشون فيه حتى لو كان مؤقتا. زملاء أعزاء درست معهم في كلية الإعلام واشتغلنا مع بعض في عدة وسائل إعلامية، لم يستطيعوا الهروب من اليمن وتم إلقاء القبض عليهم، وطالت المدة وهم في الأسر حوالي 5 سنوات. من بينهم 4 صحفيين من أعز الأصدقاء حكم عليهم بالإعدام في شهر إبريل من عام 2020، هم أكرم الوليدي وتوفيق المنصوري وعبد الخالق عمران. هناك الكثير ما زال في السجون،
لذلك أن يكون الصحفي مطاردا ومضطهدا بسبب الكلمة وحريته في قولها دون خوف من أحد، كل ذلك له تبعات على حياة الصحفي. ما زلت أمارس وأتابع ما يدور في وطني بصفتي أيضا صحفي وأعمل في المجال الإعلامي، لذلك أتابع وأشاهد ما هي آخر الأخبار فيما يتعلق في اليمن، وأشارك أيضا برأيي فيما يتعلق بكثير من الملفات التي تدور هناك. والمفارقة هنا أنني أستطيع أن أقول رأيي هنا دون خوف من أن يعتقلني أحد أو يسوقوني إلى محاكم ليصدر بحقي حكم الإعدام كما حدث مع أصدقائي. غربتي التي امتدت من صنعاء إلى إسطنبول هي توازي ليس فقط 5 سنوات وإنما أضعافها كثيرا. لا بد وفي يوم ما أن أعود إلى تلك التربة التي جئت منها وذلك الوطن الذي أبعدت قصرا عنه، أخطط وأمل أن أعود إليه، وبعدي عنه ليس بمحض إرادتي وإنما بسبب الظروف التي جرت هناك. We'll be right back.